وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، ولأنه نحن بشهر تشرين الثاني أو نوفمبر شهر التوعية بسرطان البروستات، من الضروري نرجع نوعي كل المشاهدين وخاصة الرجال بهالمرض، خاصة أنه يعتبر من أكثر السرطانات شيوعاً عند الذكر وتاني سبب للوفاة بعد سرطانات الرئة. تماماً، الصحة والسلامة للجميع يا رب. بس للأسف بحسب الأحصائيات فحوالي 15-20% من الرجال بيعملوا فحص دوري للكشف عن سرطان البروستات. لهيك بفقرتنا لليوم رح نرجع نستذكر نحن وأنتو أبرز الأسباب والأعراض وأهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستات، مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو الدكتور معتز شحادة الاستشاري بجراحة الكلية والجراحة البولية والتناسلية وحتى أمراض الذكورة. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، منبسط تكون حضرتك معنا. تسلم. الله يخليك. لأنه ناخذ هيك معلومات لطيفة ودقيقة جدا. شكرا لك كثير. قبل ما نفوت بسرطان البروستات، نعرف هذا العضو أو هاي الغدة، غدة البروستات، ليش رب العالمين خلقها بجسم الذكر، شو وظيفتها، وشو الأمراض الثانية اللي بتنصاب فيها ما عدا السرطان. تمام. إذا عم نحكي على التوعية، خلينا نبلش مثل ما تفضلت. أول شيء شو هي البروستات؟ البروستات عضو موجود عند الرجال تحت المثانة بالضبط، دغري يعني على مخرج المثانة بتبلش البروستات، وهي حجمها بحجم حبة الجوز أو الكستنة، من إلا وزنها 20 جرام بالحالة الطبيعية، 20-25 جرام. بمنتصف البروستات بيمرق الأحليل، فهو مخرج البول، يعني البول بيطلع من المثانة بيعبر عن طريق البروستات وبيطلع لبرا. فوظيفتها هي يعني وظيفة، هي غدة تفرز سائل، بيكمل السائل المنوي تقريبا 20% من السائل المنوي، وظيفته تغذية النطاف. هي هي الوظيفة تبعها. بس بما انه البروستات موجودة بهالموقع الحساس دغري تحت المثانة وفي مجرى البول للبول، فهي اللي بتعملها حساسة كثير بالنسبة للرجال، لانه مشاكلها كثيرة خاصة مع العمر، تقدم بالعمر. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الشذوذ الحاصل لغدة البروستات لحتى ممكن يصل لانه يصير في نوع من انواع السرطان اللي بدنا نقول عليه هو سرطان البروستات. يعني اذا بدنا نحكي بشكل للتوعية شو مشاكل البروستات، يعني بنبلش حسب العمر. يعني مثلا عمر الشباب 20-40-45 بصير عندهم غالبا التهابات بروستات، التهاب بروستات حاد، التهاب بروستات مزمن. بعد هالفترة سبحان الله كل فترة إلى مشاكلها. تمام. بتبلش عند الرجال ضخامة البروستات، هي شغلة طبيعية بدها تصير عند كل الرجال. 80% من الرجال حيعانوا منها هالضخامة هي، فهي ضخامة حميدة، ما عم نحكي بسرطان. ضخامة حميدة، وبما أنه موقع البروستات بالأحليل فهالضخامة هي ممكن تسبب مع العمر. تمام. بتضيق الأحليل، بتعمل مشاكل ضخامة البروستات. هلا بعد عمر 45 فينا نقول ولل 70-80-90 منبلش مشاكل سرطان البروستات عامة، يعني بشكل عام فيك تقولي بين 50 وانت يعني كل ما طالع الواحد بالعمر. بس في عوامل وراثية بالعائلة بصير كمان بتأهب، من عمر 45 بصير الواحد لازم يكون حساس تركي هذا الموضوع، وبصير لازم ينتبه أكثر بزيادة. بالضبط. طيب دكتور، في أورام للبروستات ما لها خبيثة لا تندرج تحت مسمى خطيرة، ولا كل ورم بروستات هو خبيث؟ للأسف يعني سرطان البروستات هو سرطان خبيث، يعني رحنا هلأ بالعامية بيقول لك عنده بروستات طبيعي، ذكر عنده بروستات، عنده بروستات. فهل هي ضخامة بروستات؟ هل هي ضخامة حميدة؟ يعني رحنا أو هي السرطان، ما عم نحكي على شيء خطير. ضخامة حميدة بتنحل بدواء، بتنحل عملية صغيرة، بتنحل بالليزر، بتنحل المشكلة. أما لما نحكي على سرطان، يعني بروستات كانسر، سرطان بروستات، فهي 100% خبيثة. وإذا واحد ما لحقها بأولها مثل أي مشكلة، مثل أي ورم، ما لحقها بأولها بصير يعني مضاعفات خطيرة، بصير حلها صعب. وممكن يكون في نقيلة لاحقا من البروستات للغدد اللمفاوية المحيطة أو غيره. 100% هي المشكلة. يعني رحنا ليش بنحب موضوع التوعية؟ لانه مثل ما تفضلتي حضرتك انه 15% اللي بيعملوا الفحوصات السنويه الدوريه، فرحنا هي النسبه لازم تكون 100% أكبر.
لازم تكون 100% ان الواحد يكون عنده الوعي. الرجال عمر ال 45 يعمل فحوصات بسيطه بس يعرف المؤشرات اللازمه انه يكشفها الواحد باولها مشان يكشف الواحد هالورم هذا بالمرحله الاولى تمام او المرحله الثانيه. للاسف ما في وعي الا في ظهور المشاكل. تماما تماما وبيكون تو ليت نوعا ما، يعني حسب اي حاله نحن عم نحكي انه درجه ثانيه ثالثه رابعه، فهون حسب الواحد هون بتلعب أي الخطورة مرحلة. طيب دكتور رح نحكي عن الأسباب يلي ممكن تأهب لحدوث سرطان البروستات. قلنا الضخامة هي موجودة وهي حالة فيزيولوجية طبيعية حاصلة، ولكن السبب يلي ممكن يؤدي للسرطان شو هو؟ هلا بالسرطانات، يعني سرطان البروستات تقولي هيك هذا سبب مباشر، ها هذا هو لسه للاسف ما في موجود، بس في مؤهلات، يعني شغلات بتساعد، مؤهبات انه هي اذا 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 صار هيك ممكن احتمال يصير سرطان بروستات اكبر. فبنحكي هلا على الشغلات العامه اللي هي السمنه مثلا، هذا مؤهب، يعني دراسات بتقلك انه السمنه عند الاحصائيات هذا مؤهب انه يصير سرطان. ثاني شيء مثلا العامل الوراثي، يعني اذا عم نحكي الاب بالعائله الدرجه الاولى، الاب العم الاخ عنده سرطان بروستات، فهي نسبه حدوث سرطان البروستات بتصير بتزيد من اضعاف اذا كان شخص واحد بالعائله لعشر اضعاف إذا كان أكثر من شخص واحد. فيعني إذا واحد عنده بالعيلة بيعرف إنه أوه إيه والله جدي هيك صار عنده، فلازم يكون عنده مشرع، يكون عنده إنه متوجه أكثر من أي حدا ثاني للتقصي والتحرش. بالضبط. هلا كمان بنحكي على التهابات البروستات المزمنة، يعني التهاب بروستات ما تعالج بشكل صح صار التهاب بروستات مزمن، هذا كمان للأسف مؤهب إنه يصير سرطانات بروستات. كمان عامل مهم كثير بالنسبة للتوعية للشباب يلي بياخذوا تستوستيرون بالنوادي. ايوه بالضبط، يعني ابر تستوستيرون شغله كثير مغريه، ويعني بيروح الواحد على النادي على الجيم اوف هذا عم ياخذ هذا عم ياخذ، الكوتش بيقول له اوف بس اللي باخذ بس كله طبيعي دكتور، بيقولوا لك كله ما بياخذ. هلا هلا نسبه اللي ما كله طبيعي بس زايد مثلا حصه البروتين 30 جرام الصبح. تمام. هلا هذا الحكي يعني ما بيمرق على دكاتره يعني بيجوا لعندي على العياده، يعني انا بيجي لعندي على عيادة، يعني من مشاكل عقم التستوستيرون، يعني هي مصيبه كبيره. هلا هي للاسف مغريه كثير. ليش؟ لانه انا عوض ما اشتغل على حالي سنتين بشتغل على حالي اسبوع باخذ نتيجه السنتين. تمام. بس المشكله انه في ازيات كبد، في ازيات وحده منهم كمان مؤهب لسرطان البروستات مثبت علميا. تمام. تمام. واحيانا بيكون في بدون سايكل هرموني خارجي، في هرمونات داخلية عند الرجل ممكن تلعب دور تأذي البروستات، يعني ممكن يكون في من النخامة، من تحت الوطاء، من أمور تانية، ممكن نحن نرجع لهالمحور؟ لا، للبروستات يعني المسيطر على البروستات هو التستوستيرون. تستو هو بس. التستوستيرون طيب. وبس. دكتور نروح لموضوع تاني، إنه شافي سرطان البروستات لما اكتشفناه إن كان بالمرحلة الأولى ولا الرابعة، شو الحلول ليشفى؟ هلا الحل بالمرحله الاولى اكيد اسهل من الحل بالمرحله الرابعه، بس يعني الحالتين الحمد لله يعني حسب الدرجه تبعه لهم حل. يعني انا نسبه الشفاء بالمرحله الاولى والثانيه 100% 100% وما في نكسه و 100% ممكن انه ما ينكس الموضوع لطول العمر. شو الحل، شو التدبير بالمرحلة الأولى والثانية؟ المرحلة الأولى والثانية، هلا لما نحكي على المرحلة الأولى فهو سرطان متوضع بقلب البروستات، بؤرة صغيرة، هذا بنعمل له هذا بنعمل له هلا أحسن، يعني أحدث دراسات يلي طلعت هلا يعني من شهرين من بريطانيا للعالم، يعني فوق ال 10,000، إنه رحنا إذا بنقدر إذا بنراقبه، يعني إذا الشخص واعي انه انا اقول له رح نراقبه ما حنعمل اي علاج، ممكن تكون نسبه يعني يضل هالورم هذا متوضع. بالضبط متوضع مع شويه ادويه
بيضل بالبروستات وما يطلع لبرا. هلا اذا تغيرت هالتركيبه هي انه لا طلع التحليل هذا ممكن يعمل له علاجين، يعني يا اما استئصال بروستات جذري اللي من قيمه البروستات عمليه ساعتين وانتهى الموضوع بيتخرج المريض بعد اسبوع من المشفى، او علاج شعاعي، يعني علاج شعاعي مع علاج هرموني. هلا بعد هالمرحله الاولى والثانيه هلا هون بلش انه صار في انتشار مثل ما تفضلت ورد بالغدد اللمفاويه اول شيء، بعدين بالكبد، الرئه، عظام. هون للاسف يصير عندنا العلاج محصور، يعني انا ما عاد اقدر قيم هالبؤره تبع البروستات وانتهى الموضوع. أوكي. صار عندي انه بدي اشتغل بشكل كل الجسم، فهو علاج هرموني وعلاج كيماوي. تماما. طيب ليش دكتور الشائع يقال، خلينا نقول انت بالمراحل الاولى ممكن يتم استئصال غده البروستات او ممكن نسيطر عليها او نتركها مشان ما يتم انتشارها، ولكن الشائع وقت بتقول له للمريض انه اذا استئصلنا غده البروستات نحن قادرين على انه شفائك من السرطان، بيقول لك اذا شلتها بيتم الانتشار، بينتشر لكل العضو خلينا نقول، واكيد في انتشار ثاني اخر، هل هذا الشيء صحيح؟ معلومه صحيحه؟ يعني عم تحكي معلومه كلهم بيحكوها نور، يعني هي انه اذا شلتها خاف دكتور ينتشر وموت. بالضبط، يعني انا هي المشكله عندي اياها، يعني بعيدها كل يوم اربع خمس مرات على المرضى اللي بيقول لي نفس هالمعلومه هي، من وين جاي المعلومه ما بتعرفي، بس هي غلط 100%. يعني رحنا من الشغلات اللي انا بدي شخص فيها البوستات هي اني اخذ خزعه وبعدين بعد الفحوصات. بالضبط، انه انا اخذ عينه من البروستات انا شاكك بهالقرنه، واهم شيء نقول خزعه موجهه. شو يعني خزعه موجهه؟ يعني تنظير، يعني تحت تخدير موضعي. تحت تخدير موضعي بس موجهه، انا بفوت بالايكو بجهاز الايكو للمواجهه الصوتيه، شايف البروستات، هي القرنه ما عجبتني، هي القرنه ما عجبتني، باخذ عرفان موضوع سيستيمي، 1 2 3 من اليمين، 1 2 3 من اليسار، يعني 7 أو 10 عينات انا سيطرت على البروستات كلها. للاسف اللي بيعملوه هون انه عينه عمياني بمكان غير واحد قصديه، يعني بدون اي شيء، بتفوت الابره بياخذ عينه وبيطلع وخلاص، اوكي لا ما عندك شيء. يعني هذا طب من 100 سنه مو من 20 سنه، فبياخذ عينه. فهون هون هون بيجي السؤال دائما، لا دكتور انا ما بدي اخذ عينه لانه بينتشر. حرضته لينتشر. بالضبط، هذا الحكي مغلوط، يعني مو يعني 100% من منفي 100% مو 99% 100%. يعني انا جاي من المانيا صار لي اسبوع ما في هيك شيء، يعني غير موجود لا باوروبا لا بامريكا. هلا هي النظريه بتطبق على غير اورام بس مو على بروستات، ورم البروستات. هلا انا اتوقع، يعني انا تحليلي للموضوع انه ليش من وين جايه هي الفكره. هلا المريض جاي متاخر، يعني هو مو جاي بالمرحله الاولى ولا الثانيه، هو جاي بالمرحله الثالثه او الرابعه، صار في اصلا انتشار، فهو جاي موضوع منتشر خالص. يعني هو صار في كاين في نقائل عظميه ونقائل لمفاويه، بس انت لما كشفته حددنا المستوى، حددنا بالضبط، انا كشفت انه اي والله في ورم للاسف بيعمل تبقي محوري بالمرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. فللاسف فهو العامل النفسي على الصدمه يلي على ربط مؤثر اولي بثانوي، تزامن اكتشافه مع الانتشار. بالضبط، فبيقول لك الدكتور هو السبب. هلا ما بيقول لك الدكتور هو السبب، ما لحق الدكتور ما لحق الدكتور يتصرف. بس بتصير هي والله انه اتاخذت خزعه وانتشر. تمام. طيب خلينا نحكي وقايه دكتور، وحكينا علاج. نحن بشهر التوعيه بسرطان البروستات، شو ممكن الذكر يتصرف خلال مسيرة حياته حتى ما يوصل لمرحلة نقول له أنت معك سرطان بروستات؟ هلا حنبلش بعمر الشباب، عمر الشباب 1 تستوستيرون تابو، يعني هذا محرم، لا تاخذ تستو خارجي قد ما كانت المغريات فظيعة ممنوع. 2 الأكل الصحي أساسي بالنسبة لأي ورم، واحد منهم ورم البروستات، يعني هي شغلات مثبتة علميا، دراسات بتقول لك أكل صحي، زيادة السمنة الشحوم كلها هي بتأثر. يعني إذا بدك شغلة منيحة لسرطان البروستات كمان، في مادة اسمها اللويكين موجودة بالبندورة بالفريز بالبطيخ، هي مثبتة انه هي مضاد اكسدة فعال جدا، وبتحافظ انه ما يصير بتقلل نسبة حدوث سرطان البوستات، فالاكثر منهم مفيد. بالضبط. هلا بيسالني انه بندورة انا هي يعني ولا بندورة كمان. هلا مثلا اذا بما انه حكينا انه التهاب البروستات المزمن
بيؤدي ل بيأهب تمام. فمعالجه الالتهابات يعني مثل ما لازم تتعالج بالبروتوكول العلاجي بالضبط البروتوكول علاج سرطان البروتوكول، لانه يعني الالتهابات هلا مثلا التهاب المثانه بيتاخذ له ادويه لمده اسبوع، بس البروستات إلى غير بروتوكول تمام. فاذا ما عالج الواحد صح بالبدايه بيتحول لموضوع مزمن، وللاسف مزمن صعب الواحد يتخلص منه تماما. ختاما دكتور بنشكرك لوجودك معنا، المعلومات الحلوه اللي اخذناها من حضرتك. اكيد الصحه والسلامه لك مشاهدينا ان شاء الله، ويا رب يعني هيك نبطل نخسر كثير من الاشخاص اللي هن عزيزين على قلوبنا بسبب هذا السرطان، والتوعيه هي كثير اساسيه لحتى فعلا نحصل على نتيجه حلوه وشفاء تام وكامل. شكرا كثير لك. شكرا دكتور، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا.